باي ذا واي شباب، اذا عندكم مهنه حلوه بها رسم، بها تطريز، بها خياطه، تقدرون تدزونا على مواقعنا اني وياسر، ممكن نعرضها وممكن نستضيفكم. حتى مواقع بابلون تي في ممكن يتواصلون وياها. والبعض يشتكي مشاهدينا الكرام، حتى ما نطول اكثر بهذا الموضوع، يقول لك اني ما يجيني متابعين، او ما الناس تجي على شغلي، ما عندي كل هوايه شهره، شلون ممكن تجيني شهره؟ بعض الاشخاص لجا الى المشاهير انه ممكن يسوي لوحه ويهديها للاخرين، فبالتالي الناس تبدا تتعرف على شغلها. نعرف احنا طريق الالف ميل يبدي بخطوه، فدائما حاول قدر الامكان انك تسوي اكبر عدد من اللوحات حتى الناس تشوفها، حتى الناس تشاركها، حتى الناس تتعرف على موهبتك اكثر وشنو اللي يميزك عن الاخرين. طريقه التصوير جدا ضروريه لما تريد تصور العمل مالتك، لان هواي اكو اعمال هي فائقه الجمال ولكن للاسف ما تظهر، ما تبين جماليتها بسبب التصوير السيء او غير احترافي بشكل او باخر. فلذلك طريقه التصوير جدا مهمه، طريقه عرض الماده عفوا ايضا عرض الماده بشرب الماء لازم المفترض يكون اكو نقطه حتى تجذب الاخرين. العفويه اللي موجوده عندك اثناء الرسم، الاخطاء اللي تتعرض لها، كواليس ممكن تصورها. هذا الشيء يخلي تفاعل بينك وبين المشاهدين او متابعيك على الفيسبوك او الانستغرام لا باس ايضا من الترويج. بهاي الطريقه ممكن واحد يحصل على متابعين في يعني صفحته على الانستغرام والفيسبوك. بالتالي اللي كنت تتحدث به هو العرض التسويقي، كيف انه انت تسوق المنتج مالتك، يعني باعتبار هي موهبه، فالموهبه اليوم بلا مانع اذا صارت هي مصدر الدخل، بالاخص انه انت شيء تحبه فراح تبدع به. اكيد كثير اكو عدة طرق للتسويق الإلكترونية، والتسويق من غير الإلكترونية اللي هو مثل ما قال ياسر عن طريق إهداء للمشاهير اللوحات أو عملك أو التطريز أو الخياطة، حتى مصممات ومصممين الأزياء تشوفهم يهدون قطعة ملابس مثلا لمشهور أو مشهورة حتى أنه يتم الترويج لهم. مجز يعني صراحة أنا أشوفه عامل تسويقي ممكن يفيدك وممكن أنه يساعدك لجذب المتابعين أو أنه ناس تتعامل معك.